أنا اسمي غانم سعد المضاحكة، عمري 8 سنوات. أنا في مدرسة قطر أكاديمية شجرة، وصف ثالث. لو خلصت من المدرسة آي أرتاح شوي أذاكر. في الليل طلق مصباح الكهربائي، بات ينشر ضياءها على أفراد العائلة. أم وأبوي علموني شلون أتوضى، أصلي من يوم أنا 3 4 سنوات. أحيان إخواني الصغار يعني 3 2 سنوات قاعد أعلمهم شلون يتوضون يصلون بدال أمي وأبوي. عند صلاة العصر أنا وإخواني نطلع برا لحق ساعة نص ساعة وساعة نص نلعب برا في الحديقة. نرجع نلبس نروح نتفطر بتيدتي، بعدين ناكل سحور من هناك، بعدين نرجع البيت أقرأ قرآن لين الساعة 8:30. بعدين لو صار 8:30 أخلص أشكر القرآن وبعدين أروح أكل. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يوم سألون إخواني ليش نصوم رمضان، قلت لهم لأن نصوم رمضان عشان تحسون في الفقراء والمسكينين. بعدين يوم قلت لهم جذي سمعوا كلامي، أمي وأبوي أعطوني هدية كل رمضان لأن يشجعوني أن أصوم أكثر وأكثر. مرة من الأيام في رمضان الماضي شفت واحد من أصدقائي قايم من الصبح يوم راح المدرسة شرب ماي. بعدين أنا شفته قلت له ليش تشرب ماي قدامنا؟ قال لي إيه صح نسيت أنه حار رمضان. بعدين قلت له استغفر يا أخي حار رمضان ما يصير ما تشرب ماي أو تاكل شيء. بعدين قال لي أوكي. يا أخي والله تعبت وأنا والله خلاص. هاي بتعطيني أسئلة لين عمري 50 سنة.